اذكر، ها اذكر مكونات طبخة المقلوبة. يا بالمقلوبة تعرفيها مو؟ يلا الرز. الرز التمن. نعم موجود، وهو أعلى احتمال وأقوى احتمال. قرر معكم أم معهم؟ اذكر ويانا مكونات طبخة المقلوبة. تفضل استاذ مصطفى. يلا المقلوبة حفظوها. رغد اذكري لي مكون واحد من مكونات طبخة المقلوبة. بهارات البرياني أو البهارات. البهارات، خلي نشوف البهارات اللي هو موجود. نعم الملح والتوابل. وأخ إبراهيم. باذنجان. الباذنجان. الباذنجان الأسود. نعم ها متهيئ أنت أكيد. شنو هي؟ البطاطا. مكون واحد البطاطا. نعم البطاطا. نعم البطاطا. البطاطا البوتيتا يعني. نعم البوتيتا البطاطا. بطاطو. وسيف مرة أخرى اذكر مكون من مكونات طبخة المقلوبة. اللحم. اللحمة. اللحم صح. برافو. باقي عندكم ثلاث احتمالات. رغد شو تقولين؟ الدهن. الزيت. الزيت. الزيت الدهن صح. السمن. باقي عندنا احتمالين. وابراهيم شو تقول؟ بصل. البصل. البصل. بصل خطأ. خطأ أول. وعبد الله اذكر لي مكون من مكونات طبخة المقلوبة. الطماطة. ها؟ الطماطة. الطماطة. البندورة صح. خمسة. باقي احتمال واحد وعندهم خطأ واحد. يا سلام. وسيف شو تقول؟ نقول معجون الطماطة. نقول معجون الطماطم. موجود. خطأ. خطأ ثاني. من حقكم أن تتفقون. يلا اي انت علمي وانت خطأتي. يلا هسه قولي اذا يلا. بصل. البصل. البصل. والبصل هسه قاله وخطأ وقلتي ما مركزة. قمت تحسين وياه وانا شفتك. ركزوا كل واحد الحالة. خلي نروح على الجراح. الجراح رند. يلا عمو اذكري لي مكون واحد من مكونات طبخة المقلوبة. الفلفل. الفلفل. الفلفل الأخضر. و... الفلفل الأخضر أستاذ. الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر. عجيب. متفقون على أنه الفلفل الأخضر.